تل الذهب منطقة في مدينة الكوفة بمحافظة النجف، تقع بين مسجدي الكوفة والسهلة، وصنفت أثرية منذ أربعينيات القرن الماضي. استولت عليها جهة من الأحزاب تهدف لبناء مجمعات سكنية على أرضها بموافقة من هيئة استثمار النجف. كانت هناك الحقيقة رأي من الأخوة في المجلس المحافظة والمجلس المحلي والإدارة المحلية في قضاء الكوفة أن تكون مدينة زائرين، لكون المنطقة أيضا هي محتاجة إلى مكان استراحة للزائرين وأيضا مركز ترفيهي لأهلنا في قضاء الكوفة. حقيقة لكن أنه تم رفعها كقطعة استثمارية ب 2005 واتخذت إجراءات عليها من قبل هيئة الاستثمار، وكانت معارضة شديدة من قبلنا احنا انه ان تكون هذه مدينة زائرين لقضاء الكوفة. تل الذهب منطقة تقرر ان تكون مدينة للزائرين او منطقة خضراء تكون متنفسا لسكان المدينة، لكن مسؤولا في احد الاحزاب استخدم نفوذه لتحويلها الى مجمعات سكنية. المستثمر قوي بالمادة، والله أقوى من 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 اللي عنده المادة. المستثمر جاب أمر من رئيس الوزراء، جاب أمر مساعدة رئيس البرلمان ومساعدة المستشارين في رئاسة الوزراء. نتفاجأ بهيئة استثمار النجف بإصدار إجازة استثمارية لبناء مجمعات سكنية في هذه المنطقة، لأحد الأشخاص التابعين للأحزاب. هذه المنطقة بالذات هي تعاني من ازدحام السيارات ومن ازدحام كبير على الخدمات اللي بسبب الكثافة السكانية. ويطالب سكان مدينة الكوفة الجهات الحكومية المعنية بالتراجع عن قرارها بتحويل منطقة تل الذهب لمنطقة استثمارية بدل منطقة خضراء تخفف عن سكان المنطقة بعض أتعابهم.